أهلا بكم مشاهدينا في ملفات خاصة. ملف اليوم يعد ملفا كالقنبلة الموقوتة، يحذر الجميع المساس به، ودائما ما يتم تأجيله إذا ما وضع على طاولة العلاقات الدولية. إيران وترامب، من كثرة تعقيدات العلاقات بينهما بات البعض يسأل، هل هم أعداء حقا أم من الممكن أن يكون الأمر غير ذلك؟ ترامب الذي نقد الاتفاق النووي مع إيران عندما جاء رئيسا لأمريكا بعد باراك أوباما وأضاف عقوبات عليها، واعتبر أن هذا هو التعامل الوحيد والممكن مع هذه البلد. نهاية بما ذكرته شبكة CNN الأمريكية الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تلقت معلومات استخباراتية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال الرئيس ترامب، وهو ما شاهدناه علنا في ولاية بنسلفانيا. رد ترامب على منصة تروث قائلا، إذا اغتالوني وهو احتمال قائم دوما، آمل أن تمحو الولايات المتحدة الأمريكية إيران من على وجه الأرض. فأشار البعض أنه يقصد السلاح النووي. لكن على صعيد آخر، قال ترامب العام الماضي وهو يمهد لترشحه للرئاسة أن حزب الله ذكي للغاية، وأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوف غالانت أحمق بشدة. فطرح سؤال وطرح سؤال، هل سيختلف تعامل ترامب مع إيران عن تعامله مع أذرعها، أم أنه بالأساس يعاديها شفها فقط، أم يأخذها مبررا لكثير من الخطوات؟ في جميع الأحوال سيبقى السؤال الأهم، الرصاصة التي قربت ترامب من الرئاسة، كيف سيكون شكل إيران بعدها خلال ولايته الثانية إن جاءت؟ بل كيف سيكون شكل العالم؟ للإجابة على كل أسئلة هذا الملف يسعدني أن يكون ضيفي المفكر الإسلامي الدكتور عاطف ناموس. دكتور عاطف، بداية أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك وللأخوة المشاهدين. أهلا بك دكتور عاطف. بداية، هل ترامب عدو أمريكا برأيك؟ أو عدو إيران؟ ترامب ابتداء هو ابن أمريكا، هو يريد أن يرتقي بأمريكا، وليس عدوا لإيران، إنما يريد أن يؤدبهم على بعض الخطوات التي شذوا فيها على الطريق المرسوم لهم. إيران ليس ترامب ليس عدوا لإيران، ليس عدوا له، قولا واحد، قولا واحد. ولكن ماذا فعل ترامب عندما جاء إلى الرئاسة المرة الأولى؟ قطع الاتفاق النووي ما بين أمريكا وما بين إيران الذي أقامه باراك أوباما، وأضاف مزيد من العقوبات على الاقتصاد الإيراني، وبات حال إيران سيئا بشكل كبير. صحيح ما تتفضل به. إذا ما عدنا الاتفاق النووي أو الملف النووي الإيراني، هو عمليا تستطيع أن تقول هو لعبة شد الحبل بين أمريكا والأوروبيين والإيرانيين. إيران تطمح لأن تكون دولة نووية، خصوصا أن جارتها باكستان دولة نووية، وهي دولة مسلمة سنية، وهذا يعتبره مهددا لها كبيرا. إيران تسعى من البداية لتصدير الثورة الإيرانية، فبالتالي لابد لها من جهاز الردع هذا. لكن بالمقابل إسرائيل لا تتمنى أن تتملك إيران السلاح النووي، لذلك تجد باستمرار المفاوضات بين شد وجب، وريثما يبدأ الملف النووي بالتفعيل من خلال الديمقراطيين، يأتي الجمهوريين ليوقفوا جماح ويكبحوا هذا الملف من جديد. ليس لشيء، لكن هي طبيعة المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية باستمرار. يعني لنفكر باتفاقيات مدريد وقضية العودة إلى وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، بدأت سنة 1991 وما تزال مستمرة لهذا اليوم. طبيعة المفاوضات الأمريكية والمفاوضات الإسرائيلية، هم يملكون هذا النفس الطويل، هم يعيشون براحتهم، يملكون مفاصل القوة، لذلك يستطيعون أن يتحكموا مع الآخرين
كما يتحكم أي لاعب دومينو بلعبته بشكل كامل. بقاء إيران ونظام إيران هو رغبة أمريكية أم رغبة إسرائيلية؟ رغبة أمريكية إسرائيلية، لأن هنالك أهداف واضحة عند الإيرانيين، هو تصدير الثورة الإيرانية، وتصدير الثورة الإيرانية يكون على حساب دماء أبناء المسلمين السنة، وهذا يتوافق ابتداء مع السياسة الأمريكية ويتوافق مع رغبة إسرائيل بإضعاف السنة وتفتتهم وتمزقهم وتشتتهم. يعني ما فعلته إيران من 79 حتى هذا اليوم بالدول العربية المحيطة أو الدول الإسلامية المحيطة، لم تستطع حتى الأفكار القومية والأفكار الوطنية والأفكار العلمانية أن تفعله، بل تفوقت على كل هذه الأفكار من خلال بث هذه الروح التفرقة والحرب على المبادئ الإسلامية، واختراقهم من خلال خطة محكمة كما تكلمنا عنها سابقا، الخطة الخمسينية لآيات الشيعة في إيران، والبعض سماها الخطة السرية لآيات الشيعة في إيران، والبعض أسماها بروتوكولات آيات قم، وهم فعلا يسيروا على هذا النهج. وإذا ما لمسنا على أرض الواقع أو ما لاحظنا الواقع تماما، نجد أن هذه الخطة تسير بتسارع فاق التوقعات من خلال الخطة النظرية. فبالتالي يعني عندما يصبح هنالك عقبات أو عثرات معينة، سواء كانت بسبب أمريكي أو سبب إسرائيلي، فهي عبارة عن لحظات ومحطات توقف بسيطة تعود للانطلاق من جديد.